مديرك بالشغل؟ وليش لا تشوفي بمنامك للمدير؟ ما فهمت يعني لهالدرجة الشغل أخذ عقلك ووقتك كله؟ آه؟ لك أبوك هم يشتغل بالشركة مثلك كمان، بس بحياتي ما سمعته قال اسم حيدر بيك حيدر بيك وما هدس فيه. وقول لك الصراحة ماني مصدقتك يا أمي، لو بابا كان عنده هيك مدير كان فاق كل يوم من النوم وهو عم بيصرخ كمان ومرتاح. هذا الزلمة مو منيح بنوب أمي، وشفته بمنامي من كتر ما لي خايفة منه ومرعبني. هاي هاي، وليش لا تخافي منه؟ وليه شو هالحكي هاد؟ إذا بدك نحن منخوفه مو هو بيخوفنا. بس أنت شو عاملة حتى عم يخوفك؟ طيب آه؟ شو عاملة؟ صح هو مديرك بس ماله ولي أمرك. شو هالصباح؟ بياخد العقل على فكرة، والله فرويد بذاته عم يتوسل لك إنه تسامحي على اللي شافته بمناما. الله يكون بعونك يا حياة على هاليوم. أنا برأيي هلأ تطلع حياة لعند المدير اليوم وتقله لو سمحت لبقى تفوت على مناماتي، لأنه هالشي عيب كتير. كأنك مكبرة الموضوع كتير خالتي أمينة. سائقة سائقة سائقة، اللي صار بمبنى صارتي الصبح سائقة. تعي شوفي لك هالخبر، هاي شركة صارتي برجع لحبيبته مرة تانية. هلأ هذا مدير كتير حلوة ما شاء الله. يا ترى رجعوا لبعض؟ هل هذا الشي مزبوط؟ صدمة صدمة كبيرة، الثنائي المشع بعالم الموضة وموضوع حديث البلد بالآونة الأخيرة تم رصدهم بإحدى الحفلات سوا إيد بإيد، إيده ماسكة إيده. هل بالفعل الثنائي ولك حياة؟ هالشب باين عليه ابن عالم وناس، لا وشخصية والله مو مبين عليه ظالم. لك حياة والله ضحكتيني من قلبي. شوفي مو شايف المدير؟ ايه طلع من منام حياة لعنا على الصالون، ما حق تخاف منه والله. الكل عم يحكي عن رجعة الثنائي لبعض. والله هالبنت حلوة كتير، لاقين لبعض. ايه والله اثنيناتهم حلوين. هل يا ترى رح نشوفها؟ طلع هالضر صار مرتبط، خلي يتجوز ويلتهي، بلكي بخف عن هالموظفين. حاكم انا ما بحب حدا يضايقها لبنتي. مفاجأة كبيرة للبعض، وطبعاً أعزائي المشاهدين إذا كان هذا الخبر صحيح فنحن بنتمنى لهم الخير من كل قلبنا، وبنتمنى الابتسامة تضل مزينة وجوههم. حياة خير؟ شوفي لك خلص بكفي بقى، كل الوقت تحقيقي معي عشان أنا تعبت. نزلوا دموع.